Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Hiba, your go-to curly girl. وصار لي فترة مش منزلة فيديو على يوتيوب. I miss you guys so much. بس as you know, my room was under renovation. كنت عاملة ورشة دهان وغيرت شوي بالأوضة. بس طولت شوي لأن ما حدا قال لي إنه ما لازم نعمل ورشة دهان بالشتوية. So طولت كتير, طول الدهان لينشف أخذ شي 3 days أو 4 days بين coat to coat. فإذا حابين تعملوا ورشة ببيتكم أجلوها للصيفية, don't do it now. Anyway, قربت يعني تقريبا خلصت الأوضة, بعد في شوية accessories بدي زيدهم, and I will show you a mini room tour وقتها تخلص. So anyway, I'm super excited للفيديو اليوم لأن I think هو أهم موضوع بالcurly girl method, بس بنفس الوقت it's the trickiest part بالthe process كله, اللي هو moisture and protein balance. So بهذا الفيديو حأحكي عن الporosity, moisture protein balance, كيف منعرف أمتين بدنا moisture, كيف منعرف أمتين بدنا protein. So stay tuned. أول ما بلشت بالcurly girl method ما كنت أعرف إنه في moisture وبروتين, إنه products فيها moisture أو products فيها بروتين. كنت لقي a product مكتوب عليه for curly hair, أمسكه أشتريه جربه, and then ما حس يعني كل مرة يطلع شعري شكل. هلا it's very normal بالtransition phase إنه شعرنا ما دايما يطلع نفس الشيء لأن it's changing, بس إنه هذا الشيء ضل على وقت كتير طويل. لآخر شيء حضرت a lot of YouTube videos. I have to give credit to Mains by Men لأن من وراها تعلمت everything about porosity وكيف منعرف how to find moisture and protein balance. In order to know إذا شعرنا بدو moisture أو بدو protein, it is important, من المهم نعرف ال porosity تاع شعرنا أو مسامية الشعر. So حأحكي شوي عن ال porosities. في عنا 3 kinds: low, normal and high. كيف فينا نعرف شو هي البوروسيتي تاعتنا؟ I have in my highlights several tests أو steps حتى تعملوها تتعرفوا شو هو your porosity. بس make sure إنه عم تعملوا هول التست on very clean hair, لأنه إذا في products على الشعر يمكن ال oils يعملوا build up أو ما تعرفوا your porosity 100%. هاي porosity بتكون مسامية الشعر أو ال cuticle تاعت الشعر مفتوحة كتير. ليه بيصير هيدا الشيء؟ من وراء damage, heat damage أو chemically treated, يعني كيراتين, bleaching, سحب لون. هيدول الأشياء بتأدي للكيوتيكل تتفتح. فهيدا النوع of porosity بتفوت moisture بسرعة, بس بنفس الوقت بتظهر moisture بسرعة كمان. كيف فينا نعرف هيدا الشيء؟ وقت تفوتوا تعملوا shower أو إذا رشيتوا مي على شعركن بتحسوا انه شعركم فوت المي بسرعه, بس بنفس الوقت عم ينشف بسرعه. This is high porosity hair. شو بنعمل لنعالج الhigh porosity hair؟ We use protein. مثل ما بنعرف, مثل ما تعلمنا بالمدرسه كلياتنا انه our hair is made up of protein. فhigh porosity hair due to damage فتحت الكيوتيكل, so we need something to restore هيدا الدامج. البروتين بيعمل هيدا الشغل. It strengthens and restores and repairs وبيعمل bounce للشعر. So this is why اللي عندهم high porosity hair يفضل انه يستعملوا products with protein. للشعر اللي مساميته عالية او ال high porosity hair قلنا انه لازم نستعمل products فيهم protein, ولازم تعملوا protein treatments كذا مرة بالشهر, يعني مرتين لثلاث مرات بالشهر, كرمال شعركم يعمل restore ويتحسن. وشغلة تانية, another tip for high porosity hair, بس تكونوا عم تعملوا shower خلصوا your rinse بمي متلجة to lock in moisture. كنا عم نتحمم بمي سخنة تفتح الكيوتيكل بفوت moisture, فكرمال ما تطلع بسرعة الموستر دو عليها مي كتير باردة لتحبسها جوا. بالنسبة للlow porosity hair شكل الشعرة بتكون أو الكيوتيكل بتكون مسكرة, يعني كتير صعوبة لتتقبل مويستر أو لتفوت مويستر عليها. فشو الحل لهيدا الشيء؟ أكيد deep conditioning regularly مرة بالأسبوع, وكمان it's better إنه تحطوا a heating cap, يعني
وقت تكونوا عم تعملوا ديب كونديشنينج تحطوا كاب بتطلع شوية سخونة. ليه؟ لأنه مثل ما قلنا السخونة بتفتح مسامية الشعر شوي، فكل ما تفتح مسامية الشعر كل ما تpenetrates product أكتر. وما يفضل يستعمل بروتين لأنه low porosity hair فيه enough protein. إذا حطينا زيادة حيصير في عنا protein overload، حيصير شعرنا very sticky and brittle وما حيطلع حلو. So tips for low porosity hair، مثل ما قلنا deep condition weekly، مرة بالأسبوع. إذا شعركم بحاجة لأكتر you can go for 2 times. use a heating cap. وبالنسبة للشاور مش بالضرورة إنه تخلصوا your shower بمي متلجة. أنا كنت أعمل هيدا الشيء وصار لي فترة موقفة لأن warm water penetrates the product بالشعر، يعني بتخلي يعني بتفتح المسامير شوي وبتفوت البرودكت لجوات الشعر. بالنسبة للو بوروسيتي هير كتير بيصير في عنا product build up، so it's better إنه تعملوا clarifying once or twice بالشهر. أنا personally بعمل 2 to 3 times clarifying بالشهر لأنه بيصير في عنا product build up. ولازم تنظفوا هيدا الشيء كل فترة كرمال شعركم يتقبل products أكتر. 90% of the time اللي بيكون شعرهم damaged أو chemically treated بيكون عندهم high porosity hair. واللي بيكون عندهم virgin hair، يعني من أول ما خلق أو من أول ما خلق شعره نفس الشيء، ما في chemical treatment ولا heat damage ولا شيء، بيكون عندهم low to normal porosity hair. normal porosity هو احلى نوع porosity لان تقريبا it's the healthiest. بتفوت moisture بس ما بتظهرها بسرعة، و it's moisture and protein balance. فنوصل لسؤال how do we balance moisture and protein. بالنسبة لل low porosity hair my advice to you هو انه use at least one product be your routine فيه protein. it's right. So أنا بستعمل leave-in conditioner أو gel بمي روتين، at least واحد من هاتنين يكون فيهم بروتين والبقية ما فيهم بروتين، بس كرمال أعمل balance ويكون في bounce بشعري بس at the same time في moisture. ليه ما بستعمل كل شيء moisture؟ لأن بصير عندي moisture overload، يعني شعري بصير very soft و very mushy وما في bounce. وبالنسبة للبروتين treatment بعمل at least once a month أو once every 6 weeks a protein treatment، لأن شعري again ما كتير بحب البروتين، بس أنتوا شوفوا حسب شعركم شو بدو. إذا حسينه very soft وما في definition ما في bounce أكيد do a protein treatment. بالنسبة للhigh porosity hair at least use 3 or 4 products be your routine في بروتين كرمال يعمل restore لكل الدامج حتى يكون defined و bouncy و healthy. بالنسبة للnormal porosity hair you can use 2 products أو 1 كمان or 2 products فيهم بروتين at least. وكمان مثل low porosity بتعملوا once or twice protein treatment كرمال يضلوا healthy. كمان شغلة تانية لازم تعرفوها it is very normal انه بالشعر يكون في different types of porosities. يعني يمكن انا صابغة كانت شعري من تحت وساحبة لون و it's not treated well، يكون من هون high porosity ومن هون low porosity. So it's tricky شوي، بس if you find balance between moisture and protein all over الشعر حيكون كتير healthy. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هيدا الفيديو، وان شاء الله كون سهلت لكم شوي كيف تعرفوا how to find protein and moisture balance. I have extra tips in my Instagram حطيتهم بمي highlights under curly guide. فيكن تعرفوا how to know your porosity and شو ال ingredients اللي بتدل على البروتين وشو ال ingredients اللي بتدل على الموشتر، كرمال تعرفوا how to choose your products لما بدكم تشتروا a new product. But I would like to thank my friend لأن عملة this beautiful intro كتير حبيتها. I'm gonna use it everywhere. Oh, make sure to subscribe, like and follow me on Instagram and I'll see you next time.